مع استمرار المنح التصاعدي لعدد الإصابات بفيروس كورونا، تزايد الإقبال على اختبار الكشف بنوعيه. اختبار الكشف السريع الذي كان متوفرا في الصيدليات ولم يعد كذلك بسبب عدم حصول الاختبار على ترخيص من وزارة الصحة، خلق تساؤلات حول سبب سحبه من الصيدليات وعن مدى نجاعة نتائجه. بالنسبة للمشكل ديال لي تيست رابيد ديال كوفيد، حنا كصيدلة باقي ما فهمناش الموقف شنو هو، الموقف ديال وزارة الصحة شنو هو، لانه هاد التيست رابيد اقتناه بعدد ديال الصيادله من عند الموزعين ديال الادويه، واذا بنا تنتفاجئوا بمراسله ديال وزاره الصحه تطلب لوغوتري ديال واحد لولو ديال هاد لو تيست رابيد من عند ليكوسيس من عند الصيادله. اختبار التوجيه السريع للكشف عن فيروس كورونا الذي طورته شركة مغربية وتم تسويقه في الصيدليات قبل سحبه لا يعتبر بديلا عن اختبار PCR، وإنما نتائجه تقتضي توجيهات طبية إذا ما أثبتت إيجابيتها. هو الفرق ما بين لو تيست انتيجينيك رابيد وان تيست بي سي ار، هادو جوج تقنيات تحليليه مختلفه. لو تيست بي سي ار اللي هو لو تيست اللي كيسمى لو جولد ستاندارد او التقنيه الاساسيه في التشخيص، كيعتمد على البحث على الماده الجينيه ديال الفيروس، يعني كيمشي يقلب بطريقه خاصه على لو ماتيريال جينيتيك، دونك الماده الجينيه ديال الفيروس. بالنسبه لما يصطلح عليه باختبارات التشخيص السريع او لي تيست انتيجينيك رابيد، فهذه تقنيه تحليليه اخرى كتجي مكمله لتقنيه لا بي سي ار، ولكن عندها دور كبير في التشخيص ولا سيما في اطار التشخيص على مستويات كبيره، لانها كتعتمد على تقنيه اخرى الا وهي التقنيه ديال التعرف على البروتينات السطحيه. الاختبارات السريعه التي كانت توفرها الصيدليات سعرها ارخص من اختبار بي سي ار، توقف تسويقها لأسباب تتأرجح بين مدى نجاعتها وعدم ترخيص استعمالها.